فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخنا المبارك فاطمة تسأل عن بواقي الخبز والأرز وضعها عند الأغنام. الأصل في هذا الإباحة، وقد يؤجر الإنسان على ذلك مع النية الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وهذا هو المطلوب، أن هذه البقايا، بقايا الطعام، أنها تحترم ولا تمتهن وتصرف في مصارف مباحة، ومن ذلك أنها توضع للبهائم، فهذا من المصارف الحسنة لهذه البقايا، ومع النية الصالحة يؤجر الإنسان على ذلك.